يقولون مخالفة السنة ويقولون قد أحدثت أحداث بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما رأيك في قولهم؟ وهل قال بهذا القول أحد في القرون الأولى؟ يحاولون ماذا؟ مخالفة السنة. السنة رب العزة يقول في كتابه الكريم: لأنذركم به ومن بلغ. فالأصل هو عموم التشريع، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك أن يجلس رجل شبعان على أريكته ويقول: ما عندنا إلا كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجد تركناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد وقعوا في الفتنة بسبب إعراضهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث حذيفة: القوم الذين لا يستنون بسنة رسول الله ولا يهتدون بهاديه. نعم، ويقول أيضا كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر وكعب بن عجرة: نعم يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قيل: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، شاهدنا هذا، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منه وأعظم منهم وسيردون علي الحوض. شاهدنا هذا، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منه وأعظم منهم وسيردون علي الحوض. نعم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمان من الضلال، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، وهذا هم في الواقع لا يريدون كتابا ولا سنة، إنما يتدرجون شيئا فشيئا، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. فهم يريدون قليل قليل هكذا تارة يقولون السياسة ليست من الدين، وأخرى يطعنون في السنة
كما ضعن فيها محمد الغزالي وماذا غير واحد مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد المصري ومن سلك مسلكهما. نعم. الله وما كان ربك نسيا، كونها قد حدثت أحداث وما كان ربك نسيا، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول إذا حدثت أحداث وتغيرت الأمور فلكم أن تغيروا، ولكن نحن مطالبون بالعمل بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة علاج الأحداث ليس الجهل، والله المستعان. نعم. هل قال بهذا أحد المسلمين؟ نعم، بعض المعتزلة يقول بهذا ويأخذون من السنن ما يوافق أهواءهم. السؤال